السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على فيديو جديد. افتتاح محل ديال الحوت أبو عمران اليوم كان الافتتاح ديال هاد الريستورون. صراحة كان كل شيء في بلاصته، ما شاء الله عليهم. لا من ناحية الحوت اللي كان فري وعاد جديد، لا من ناحية ديال النظافة، لا من ناحية ديال لي بلا، ولا من ناحية ديال المذاق البني. يا سلام، العشاق وعشيقات الحوت ما يشقاش أنكم تمشيو حتى لكابدولو. كابدولو جا عندكم حتى لهنا في وجدة، والأثمنة منافسة للكابدولو أحسن طبعا. غادي تمشيو وغادي تسمعوا بودنيكم، الثمن جد 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 مناسب. إخواني أخواتي، دعمونا في هذا الجديد، وغادي نخلي لكم القناة الاحتياطية ديالي، لأن قريب غادي إن شاء الله نبقى نحط فيها. مرحبا بكم معنا، وغادي نخلي لكم طبعا مع اللوكاليزاسيون، والرقم ديال التليفون هو هذا. بالنسبة للوكاليزاسيون، ريستورون أبو عمران راه حدا ريستورون العفاف، هي هادي هنايا بعد الطريق اللي راه هنايا، طريق شارع الحرية، الرابطة ما بين سي اش او والرون بوان ديال لافاك. بالنسبة للرون بوان ديال لافاك هي من هاد الاتجاه تقريبا واحد 400 متر ما كاملاش. ديال الريستورون ديالنا راها قريبة لصيدلية الإرشاد، اون فاس باتيسري بولونجوري لو كوان، كنا صورنا فيه واحد المرة. صافي، راه اون فاس ليه الريستورون ديالنا ديال الحوت ابو عمران. مرحبا بكم خويا ياسين. السلام عليكم. السلام عليكم، كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. مبروك ان شاء الله بالبركه الافتتاح. مرحبا بك والله. الصراحه والله الا يعني فكره زوينه، لان ديما كنبغيو ناكلوا الحوت وما كنلقاوش فين هنا في وجده. هذه الناحيه جبنا لكم الحوت. تبارك الله عليك اسيدي، جبنا لكم الحوت حتى عندكم باثمنه مناسبه. ربي يخليك. وعندنا الاثمنه مناسبه للثمن ديال الاخر. الحوت الفخيش، الحوت الفخيش الثمن مناسب. ممكن تاكل هنا الحوت، وغادي تاكل في كابدولو ولا تاكل في القريه ولا ناكلوه هنا في وجدة. تاكلوه هنا وتاكلوه الثمن ديال كابدولو. تاكلوه ممكن تاكلوه بثمن نقص على كابدولو. اي ثمن قل من كابدولو، بلا ما نضيعوا المازوت. حيت جينا ديريكت الحوت، سبيسيال الحوت. تبارك الله عليك. ركزنا على الاثمنه، ركزنا على الثمن. يعني اثمنه مناسبه للناس ديال وجده، ان شاء الله كل شيء يجي من هنا. وجبنا لهم، وجبنا لهم الحوت الفخيش، جبنا لهم الحوت الفخيش. حوت فخيش عاد جديد، شي حاجه اللي زوينه. البوسطه باقي حيه. تبارك الله عليك اسيدي. ما شاء الله. هي وحده عندنا هنايا، هذه هي حيه. جبنا لهم المدورات، جبنا السباطو، الروجين، جبنا البيرو. جبنا اللو، اللو كنديرو لو التياب ديالو كيما كيديرو في المناطق السواحلية، كيمشي في البرار، كيمشي بغير، كيمشي لابلونش كيما بغيت. وبالنسبة للمحل سميتو أبو عمران. أبو عمران، تبارك الله عليكم أسيدي. بالنسبة للأثمنة جد مناسبة. الأثمنة جد مناسبة هنايا، ممكن تاكلي هنايا تامن، قلت لك ممكن تاكلي هنايا تامن، ما غاديش تاكلي في كابدول. الله يعطيك الصحة. تاكلي هنايا برقع على كابدول. فرحتنا خويا. مازال ما تصلي صح. الله يرحم الوالدين. غادي نتكلموا لهم على النقاوه اللي كاينه هنايا، ليكيب ديالكم كامل تبارك الله اللي راه هنا. ليكيب بعدا نركزوا على ليكيب، ليكيب راه جايين سبيسيال كابدولو. يعني كيعرفوا في الحوت. يعني ولاد الحوت. صافي، واو واو. كاملين الدراري ديالنا هنايا ديال ولاد كابدولو، تبارك الله عليكم اخوتي. كاملين جايين كابدولو سبيسيال غير باش يركزوا على الحوت. سبيسياليست في الحوت. القهوه عندنا لا تيرا سبارك. اييه غنصوروا لهم ان شاء الله. وعندنا ليقيا شي حاجه، شي حاجه طوب. تبارك الله عليك. عندنا هنايا لا كرياد، بالنسبه اللي يبغي حوت مشوي اللي كنديروا الحوت كليب. ها اللي كنديروا الحوت كليب، واللي يبغي الحوت ديال لابلونش. هنايا الحوت ديال لابلونش تبارك الله عليك. لابلونش هنايا كليب. اما حنا اللي يبغي فروتور دو مير وداك الشيء، فريتور دي فور كنديرو، كنديرو مصفات ديال كنديرو فريتور، كنديرو غريال على بروش، كنديرو غريال البحر. تبارك الله. حتى الحوت ديال البحر. وكاين لي طاجين ديال البيلفيل وداك الشيء، عارف كيمشي لي طاجين عند بحدهم، والحوت ديال الطاجين كيمشي. لي بلا خويا ياسين، ركز لي على لي بلا، البايلا كاين. عندنا في لاخور لاكويز عندنا البايلا، عندنا سوك دو بواسون. مسالي فريتور ما كتكون منوع بكل شيء، سواء باغي باغي فريتور منوع بكل شيء، منوع بالكالامار، منوع بالكوميت، الروجي، اي حاجه، اي حاجه كتكون منوعه. ولي سالاد ما نهضروا لهمش على لي سالاد، تبارك الله راه هنايا السيد لي سبيسياليست في لي سالاد. واحد الحريره ديال لا سوب ديال الحوت،
حتى هي رائعة ما شاء الله. كسكتكم كسكة كديروها في السيسة كديروها في الحوت السين. ديالها كيجي لها سبيسيال ما غاديش تلقاه هنايا. وبالنسبة للبسيطلات ديال الحوت وداك الشيء ما شاء الله. داك الشيء راه كاين غادي تشوفوا كل شيء كل شيء. غادي تشوفوا معنا في لي بلا غادي تشوفوا داك الشيء كامل وبالتدقيق ان شاء الله. روح لي هنايا بالنسبة الله يحفظك. هانتي بالنسبة عندنا لي صالات عندنا لا صالات ماروكان كنقدموها مع الحوت هادي. كاين لاصالات فاريي كنديرو منها من كل شيء بطاطا الخيز والخيار كنديرو من الطون كتكون ميكسي من كل شيء لاصالات فاريي. تبارك الله عليك السي ياسين مرحبا الله يسر الامور. جايبين واحد لاصوص جايبينها خصيصا لان الناس مشكلة لاصوص غير ديالكم نتوما لاصوص جايبينها ريستورون خايس خصيصا ان شاء الله غادي يدوبوها معنا ان شاء الله. تبارك الله عليك السي ما شاء الله عليك اخويا ياسين. بالنسبه للاثمنه خوتي خواتاتي كما سمعتوا معايا اثمنه لا تناقش يعني احسن من الثمن ديال كبدولو ولا القريه ولا المناطق الساحليه اللي كيكون فيها الحوت. بالنسبه للديكوراسيون ديال المحل اللي غادي ندخلوا له دابا شوفوا معايا الريستوران كيفاش دايره خوتي. احنا كنا غير برا غادي تكتشفوا واحد الديكوراسيون اللي زوينه ريستوران اللي كبير ومتسع. شوفوا معايا كيفاش داير شي حاجه اللي زينه ما شاء الله. الناس اللي غادي يمشيو وغادي يستمتعوا سواء في الجلسه في الريستوران ولا الماكله اللي غادي تقدم لهم. بالنسبه لكم خوتي خواتاتي غادي تلقاو لسباس اللي كبير لا نتوما ولا العائله ولا وليداتكم فين غادي تمشيو. حاولت انني نصور لكم هنايا. بالنسبه لتحت كاين هذا السباس هذا وغير بقاو معايا ان شاء الله في الفيديو لانني غادي نصور لكم حتى الكوزينه كيفاش دايره كلشي نقي كلشي فبلاصتو صراحه الله يعطيهم الصحه. وكذلك كاين واحد لسباس اللي الفوق غادي يطلعوا له بالدروج وحتى هو ما شاء الله. انا دخلت عند البنات لداخل الكوزينه والصراحه كانوا خدامين الله يعطيهم الصحه كانوا دايرين داكشي زوين وبنين ما شاء الله عليهم. بالنسبه للبسيطلات ديال الحوت ما شاء الله كما كتشوفوا وبغيت نصور لكم باش تعرفوا يعني داكشي كيفاش كيفوت لا من ناحيه ديال الحوت البسطيله عامره بالحوت ولا من ناحيه ديال النقاوه ما شاء الله عليهم. بالنسبه للي روزات اللي وجدوا هاد اليوم هما البايلا كاين الحريره بالحوت وكاين هاد البسيطلات كاين الفلفله كاين العدس كاين حتى الروز بالنسبه للسلطات. بالنسبه لهادو اثمنه جد مناسبه. بالنسبه لواحد البايله كنا كليناها قبيله صراحه بنينه ما شاء الله والثمن ديالها 30 درهم. كذلك الحريره الغرفيه ب 15 درهم ولا 13 درهم قالوا لي والله ما بقيت عاقله كنت بغيت نصور لكم حتى الموني باش تكتشفوا معنا الاثمنه ولكن انا متاكده انكم غاديش تندموا لان اثمنه جد مناسبه. الحريره شفتوا معايا كيفاش دايره هذه العديسه وطبعا الروز كلشي كلشي كان زوين وبنين ما شاء الله عليهم. ومن ناحيه ديال النقاوه ما عندي ما نقول فيهم كاين البنات اللي نقيات وكل حاجه في بلاصتها الله يعطيهم الصحه. هنا الفيديو ديالي وصل لنهايته ونتمنى ان شاء الله انكم ديروا النجام وبارطاج للفيديو باش هكا بزاف ديال الناس ديال وجده وعلاش الجهه الشرقيه يجيو ياكلوا الحوت هنايا في ريستورون ابو عمران. وما تنساوش تشتركوا كذلك في القناه الاحتياطيه ديالي. نتمنى ان شاء الله نلقاكم فيديو جديد الى اللقاء.